مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. شلون تقدر تعرف إذا كان أحد يتجسس على حسابك الفيسبوك والماسنجر؟ هاي طريقة راح تعرف من يتجسس عليك بكل سهولة، تقدر تلغيها وتحافظ على أمان حسابك. أول شي نروح على الماسنجر، وبعدها ندخل على هاي الصورة أو إعداد الملف، بعدها ننزل للأسفل نضغط على الأكاونت سيتينج، بعدها نروح على الأمان وتسجيل الدخول. وراها هنا راح تعرف شنو الأجهزة المشبوهة اللي فاتحة حسابك. تقدر اللي إذا ما تعرفه، يعني هذا الجهاز إذا مو إلك وغريب بالنسبة إليك، يعني تضغط على ذني 3 نقاط مثلا، هذا تضغط على 3 نقاط وتقول تسجيل الخروج، راح يطلع من حسابك. وللأمان أكثر والأفضل أنه تغير رمز جهازك ورا ما تسوي تسجيل الخروج من هذا مال الجلسة. إيش راح تسوي؟ تغير رمز الدخول مال الفيسبوك مالتك، تحافظ على الأمان مع الفيسبوك والماسنجر مالتك، يعني حسابك. إذا شفت أكثر من مرة تكررت العملية، لازم تأكد حسابك بهوية. اليوم لا تنسونا باللايك والاشتراك، وراح أخلي لكم مدونتي بالوصف بلوجر. هاي البلوجر راح أنشر به تطبيقات وألعاب فقط، يا ريت تدعمونا وتشوفون التطبيقات والألعاب اللي ننشرها يوميا. وانتهينا، مع السلامة.